أكيد أنه لا يقبل الإطار بأي اسم مطروح ما لم يتيقن من يعني وطنيته، ويتيقن من نزاهته، ويتيقن من عدم طائفيته ومن عدم انتماء إلى طرف خارجي. هذه الأمور كلها تؤخذ بنظر الاعتبار، وبالتالي الإطار ما يطرح من اسم سيتم مناقشته داخل بين قادة الإطار لكي يخرجوا بالتوافق على العزم والسيادة والقوى المتفقة معها. هل تستطيع المضي بمرشحها مع الإطار التنسيقي والتصويت على اختيار رئيس مجلس النواب؟ يعني لو من دون تستطيع تقدم. نعم. بعيدا عن تقدم، تستطيع من الناحية العددية لو الإطار يعني يرفع من رؤيته عدم قضية التهميش، يعني أنه أنا ما يصير أزعل فلان وأرضي فلان على حساب طرف على حساب طرف. إذا رفع الإطار هذه الرؤية وتعاطى مع الموضوع بشكل عددي وخلاص يعني يمضي بالتأكيد. لكن الإطار لحد هذه اللحظة يتعاطى بتعاطي مع الأخوة السنة بتعاطي الأخ الأكبر، لذلك هو الآن يعني يريد يدفع عن نفسه درء مفسده، يعني يريد أن هسه ما خلصان يقولون يا بل إطار هو يتحمل المسؤولية. طيب جيبوا مرشحيكم وتعالوا حتى تحملون الإطار المسؤولية. الإطار ده يجتمع وياكم، وكما ذكر شيخ مزاحم أنه ده يتعامل معاهم في محاولات حلحلة الموضوع، لكن الآن لا. وتصور الإطار حتى ذكر لهم قال لهم احتمالية حتى عدم وصول وحصول لا السيد العيساوي ولا السيد المشهداني على أصوات حقيقية، فلذلك بدلوا جيبوا لكم شخصية أخرى علنا نجد طريقا وقانونا يسمح لنا في إدخال هذا المرشح الجديد. يعني من يجيك مرشح جديد أنت مو هذا هو وخلصت، لا، غير يراد مخرج قانوني خوبية، مو قاعدة عشائر حتى أعطيك فصل وفلان إجاني وطايحة هاي للسيد. لا، القضية قضية قانونية، لدينا قرار من المحكمة الاتحادية أن الجلسات والانتخابات تأتي من خلال المرشحين الذين تم إعلانهم في الجلسة الأولى، لا يحق لتغيير النظام الداخلي للمادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان، فبالتالي هذه يراد لها مخرج. إذن علينا أن نتفق على شخصية واحدة حتى حينها نتفق على القضية القانونية، نطرح الرأي إلى المحكمة الاتحادية، نحاول أن نفتح المادة 12 مثلا من القانون إذا كان القانون والقضاء يسمح حتى نصل إلى حل. أما الإصرار بالتأكيد ما يخلينا نصل إلى حل. جيد.